انا كنت سقطت لي سنه في اولى ثانوي انا فاكر، عشان كنت بدخل ارسم واسيب الحصص يعني، فاتغاظوا مني المدرسين سقطوني في اولى ثانوي، وسقطت في ثالثه ثانوي سنه عشان الرسم برضو، انا رسام يعني. وبعدين قعدت سنه بعد الثانويه العامه مش عارف ادخل معهد فنون مسرحيه وانا بحب التمثيل، ولا ادخل الفنون جميله. وانا قلت لا التمثيل احسن عشان اتشهر وهيبقى عندي فلوس كتير وبتاع. طبعا ده طلع مش كلام مش مظبوط قوي.